أحسن الله إليكم. السائل حاء عين نون من اليمن محافظة إب، بعث رسالة فيها عدد من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بدعة؟ صحيح أن القنوت في صلاة الفجر الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشرع في صلاة الفجر إلا عند النوازل التي تنزل بالمسلمين كتسلط الأعداء أو محاصرة العدو للبلد، أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فإنهم يقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها حتى يرفع الله جل وعلا ما نزل بهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الأخيرة يدعو على كفار قريش الذين ضايقوا المسلمين وآذوهم، وقنت أيضا صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين بأن يرفع الله ما بهم من الشدة. فقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم، وهذا عند المناسبة وعند النوازل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في صلاة الفجر. ولما سئل بعض الصحابة عن هذا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر دائما؟ قال هذا الصحابي: أي بني محدث محدث، يعني بدعة. نعم. فإذا تأول هذا أحد أحسن الله إليكم وقال أن المسلمين الآن في مصائب، في ضائقة محدقة ومطبقة. المقصود الحوادث المتجددة الشديدة، أما المضايقات لبعض أفراد المسلمين أو لكثير من المسلمين التي هي على صفة دائمة، هذه لا يشرع لها القنوت، لأنهم لا يزال المسلمون في ينزل في بعضهم أو في كثير منهم شدائد وابتلاءات وضوائق، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائما. نعم.